للأسف هو أن منذ انطلاق المرافعة في هذا الملف قررت المحكمة على أن الكلمة ستكون للدفاع المطالبة بالحق المدني وبعد ذلك النيابة العامة ثم لدفاع المتهم طبقا لمقتضيات المادة 427، والمادة 427 تعطي التعقيب لدفاع المطالبات بالحق المدني فقط والكلمة الأخيرة للمتهم أو دفاعه. في إطار تطبيق تنزيل هذا النص المحكمة استمرت، جاءوا في آخر الجلسة السابقة وتاروا مسألة أن لا حق لدفاع المطالبات بالحق المدني في التعقيب. ما يضركم في تعقيب مطالبات بالحق المدني؟ ما سيضركم إن كنا تقدمنا بمطالبنا وأبسطنا أو وجوه ثبوت الجرائم المنسوبة إلى المتهم والضرر الحاصل والعلاقة السببية، كل هذه المسائل أحطنا بها، ولكن من حقنا أن نعقب حينما يأتي دفاع المتهم ويوجه دعوة وتحريض على القتل لزوج إحدى الضحايا مخالفا كل الأعراف القانونية والمهنية، حينما يؤتى ببعض الأشياء التي لا أساس له ولا سند، هل لنا الحق في التعقيب أم ليس لنا حق؟ هذا حق خوله لنا القانون. اليوم حينما جاء الزميل دفاع المطالب بالحق المدني أستاذ كرو ابتدأ في المرافعة ديالو، المحكمة صدرت قرارها بأنه غادي يدير تعقيب. كنت فجأة في وسط المرافعة بدفاع المتهم يأخذون محفظته ويغادرون القاعة دون استئذان، دون احترام للقضاء والهيئة القضائية، دون تبرير سبب مغادرة. لحد الآن من الناحية القانونية تعتبروا راه ما غادروش، ولكن راه المسألة فيها مخالفة، كيف تترك المؤازر بدون دفاع؟ والقانون يلزمك في حالة انسحابك من مؤازرة المتهم أو حتى في القضايا المدنية إخبار المتهم وإمهاله سابقا لاختيار دفاعه. هذا معناه أنه تخلي المتهم؟ إحنا ما عرفناش، أنا ما يمكنش نهضر يعني نقرا النوايا ديالهم، ولكن خصهم يعلموا بأن المتهم الملف انتهى. حينما يصبح الملف جاهزا للنطق بالحكم، والملف الآن جاهز لأن المناقشات كلها تمت بحضور المتهم ودفاعه، وكينسحبوا ما تيبقاش من حق المتهم حتى يختار دفاع جديد، لأن ماذا سيقول الدفاع الجديد؟ الملف انتهت فيه المناقشة، ما يمكنش يجي دفاع جديد باش فقط يأكد مرافعة ديال زملاء لم يحضرهم أو ملف لم يناقشه، ماذا سيقول الدفاع الجديد؟ الملف انتهت فيه المناقشة، أصبح جاهزا. إذا تنازلنا اليوم عن حقنا مثلا في التعقيب، المحكمة ستعطي الكلمة الأخيرة للمتهم في غياب دفاعه، لأن كل مناقشة تمت بحضور دفاعه، وسيحجز الملف اليوم للمداولة. الخطير في الأمر أن لا ليس في الأمر فقط مخالفة مهنية يعاقب عليها قانون المحاماة، ولكن في كذلك جنحة عرقلة سير جلسة وتوقيف جلسة بدون أي مبرر، وهذه جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي. الخطير كذلك هو أن تصدر هذه الممارسات على نقيب، نحن نبرر للزملاء الجدد الذين لا يمارسون المسار الجنائية، ما عندهمش قضايا جنائية، ويلاه جاو في هذا الملف ربما يتربصون يعني الخطوات الأولى كيتعلموا، وكنا نتمناو يتعلموا القانون بقواعده، يتعلموا القانون في إطاره إيجابي ماشي سلوكات شادة وسلبية ولا تخدم مصلحة المتهم. إلا كنا كنطالبوا المحكمة وكنطالبوا جهات معينة بأنها خاصها طبق شروط المحاكمة العادلة والضمانات القانونية للمتهم والمحاكمة العادلة، خصنا نكونوا حنا الأولين، حنا كدفاع حنا اللي خصنا نسهروا على هذا التطبيق السليم للقانون. نحن حماة القانون، نحن حماة القانون، لا يمكن أن نكون نحن خارقه. اليوم ما قام به دفاع المتهم هو سابقة تسجل سجل الأسود للدفاع ولا يشرفنا ذلك، لذلك المحكمة الآن اختلت للمداولة في القرار بعدما سجلت كل هذه السلوكات، كل هذه الممارسات، كل هذه المخالفات، كل هذا الجنحة سجلتها في محضر قانوني سترتب عليه الآثار القانونية.